ده الدوري المصري وده ملخص الجوله 32 طغي على الدغري انا فخور بيه. اسبوع حلو ورايق ومهرجان الاهداف الكتيره كانت الراعي الرسمي للاسبوع ده. الراعي الرسمي المهرجان النهارده نبدا الملخص بمباراه بلديه المحله والاسماعيلي. بدايه هجوميه للاسماعيلي كان ممكن يسجل ولكن محمد عمار بيشوط الكره بره. في الدقيقه 14 محمد نصر بيسيب الدنيا كلها ويباص الكره لماجد هاني. ايه ده؟ هو ينفع؟ ماجد يعمل عرضيه تترد لحسام اشرف اللي بيشوط ويسجل الهدف الاول للمحله. اشرف ازيك يا اشرف؟ بيرد الاسماعيلي بكورنر يلعبه عمر الساعي توصل لمحمد عمار اللي بيشوط وبيسجل هدف التعادل. الاسماعيلي بعد الجون ابتدى يفوق ويضغط ويعمل هجمات ولكن مع بدايه الشوط الثاني بلديه المحله هو كمان بيرجع ثاني في الماتش. عرضية من احمد رضا ورأسية من محمد اشرف بيسجل الهدف الثاني للمحل. ازيك يا اشرف عامل ايه؟ الماتش ابتدى يحلو قوي وابتدينا نشوف هجمات خطيرة من الفرقتين والحراس والدفاع كان ليهم دور واضح جدا. فضلنا كده لحد الدقيقة 79 فاول الاسماعيلي بيدخل المتخصص عبد الرحمن مجدي يشوط الكورة واحدة ارض ولا احلى وبينجح انه يسجل هدف التعادل وبنرجع تاني في الماتش 2-2. مش هسيبك لا يمكن. فضلنا كده هجمة هنا وهجمة هنا لحد الدقيقة 91 بيحصل احتكاك جوه ال 18 بيستدعي الحكم عشان يراجع الكوره. بيروح الحكم يشوف الكوره ويقرر الحكم احتساب ضرب الجزاء لبلديه المحل. بيدخل حسام اشرف يشوط ويسجل الهدف الثالث للمحل. بالك ايه والنبي روح اندهل عطشه. وكده يبقى عندنا 2 اشرف سجلوا. حسام اشرف سجل الهدف الاول والثالث ومحمد اشرف سجل الهدف الثاني. في الدقيقة 97 عبد الرحمن سمانة قال لك انا عايز اجيب جون حلو وسط الاجوان دي. هفاجئ يا ريت تفاجئ لي يا بسعود. بس يا سيدي راح معدي من الاول والتاني ولاعب واحدة ارتو في السوكة وقام سجل الجون الحلو ده. ايه ده بس الثمونة دي؟ وبتنتهي المباراة بفوز بلدية المحلة على الاسماعيلي 4-0 وبيفوز حسام اشرف لاعب المحلة بجائزة رجل المباراة. ونروح لمباراة سموحة والمصري. البداية ضغط قوي من الفرقتين وان كان المصري اقرب للتسجيل. بتيجي فرصة خطيرة جدا من امادو اللي بيقطع الكورة من عمرو قلاوة ويكمل بعد كده ولكن بيشوط الكره في ايد الهاني سليمان. وبعدها كورنر يتلعب توصل الكره الدبش ولكن بيطلع الكره بره. وبعدها هجمه ثالثه باص من اسامه فيصل متقشره لصلاح محسن ولكن بيطفشها في السماء. حظ ايه؟ والقاعده بتقول اللي ما يسجلش يستقبل. في الدقيقه 56 عرضيه من ابو بكر اليادي بيكمل حسام حسن ويسجل الهدف الاول لسموح. ويا عيني علي مرن بالصدمه مش مصدق اللي بيحصل. في حبايه من على الجمل بسرعه. علي ماهر زيق وقال لك ايه ده مفيش فايده. قام ساب الماتش وماشي. انا ماشي. وبتنتهي المباراة بفوز سموحة على المصري 1-0 وبيفوز حسام حسن لاعب سموحة بجائزة رجل المباراة. ونروح لمباراة فاركو بيراميدز. بسم الله الرحمن الرحيم. والهدف الأول لفاركو في الدقيقة الأولى بيسجله أحمد شريف. أنا لسه بنقول كلمتين ده لسه واصل. بيراميدز بعد كده اتضايق قوي وابتدى يعمل طوفان هجمات كتيرة قوي وفي الآخر شكري نجيب لاعب فاركو بيسجل الهدف الثاني. فين الرد الفعل حضرتك السريع ده؟ لا ده باين على فاركو واخد حباية الشجاعة ومش شايف قدامه. تقولك دخلها بحالها. بيراميدز ما استسلمش وابتدى يهاجم تاني. وفي الدقيقة 39 فاول لبيراميدز بيشوطه فخر لقاي الكره تعدي من كل الناس وتدخل جون. في اخر الشوط الاول بتيجي هجمه لبيراميدز وعلى خط ال 18 بيشوط بلاتي توريه الكوره ويسجل هدف التعادل لبيراميدز. هو ايه اللي بيحصل لفاركو ده؟ جاله هبوط ده ولا ايه يا جماعه؟ يا بس مجهده شويه. الشوط الثاني بيراميدز فضل يهاجم كتير قوي ولكن فاركو كان صامد وحافظ على نفس النتيجه زي ما هي. وبتنتهي المباراه بين فاركو وبيراميدز بالتعادل 2-2 وبيفوز شكري نجيب لاعب فاركو بجائزه رجل المباراه. ونروح لمباراه الزمالك والجونه. بداية ضغط للزمالك. في الدقيقة 13 بيحصل احتكاك بين محمد الدغيمي ومصطفى شلبي. الحكم بيحسب ضربة جزاء للزمالك. بيدخل حمزة المسلوسي يشوط وبيسجل الهدف الأول. في الدقيقة 26 باص من سيد نيمار لسيف الجزيري اللي بيكمل ويسجل الهدف الثاني للزمالك ولكن الفار بيستدعى الحكم علشان يراجع الكورة. الحكم بيلاقي إن في بداية اللعبة حصل احتكاك بين أيمن مكة وسيف جعفر فبيرجع الحكم يلغي الهدف ويحسب فاول للجونة. يشوط الفاول صابر رحيل ولكن محمود الشناوي بيصد الكورة. رتم الماتش بعد كده ابتدى يهدى والهجمات من الفرقتين كانت عاديه جدا. ما حصلش اي جديد بعد كده وبتنتهي المباراه بفوز الزمالك على الجونه 1-0 وبيفوز ناصر ماهر لاعب الزمالك بجائزه رجل المباراه. ونختم الملخص بمباراه الاهلي والبنك الاهلي. البدايه وزي ما هو متوقع ضغط للاهلي. بيجي فاول في الدقيقه 7 بيدخل وسام ابو علي يشوط ويسجل الهدف الاول للاهلي ورسميا وسام ابو علي بيصبح هداف الدوري برصيد 15 هدف. يا رب زدني رعب. في الشوط الثاني الاهلي جات له هجمات وفرص
كتيرة جدا ما تعدش، ولكن كل الفرص بتضيع، وزي ما قلنا اللي بيضيع هيستقبل. فضلنا كده لحد الدقيقة 91، فاول البنك الاهلي يلعبه محمد هلال، ورأسية من كريم بامبو بيسجل هدف التعادل. هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ ولكن الفار بيراجع الكورة ويلغي الهدف بتاع التسلل. وبتنتهي المباراة بفوز الاهلي على البنك الاهلي 1-0، وبيكمل الاهلي سلسلة انتصاراته ويوصل للانتصار 18 على التوالي. وكده الاهلي محتاج لاربع نقط بس من 5 ماتشات متبقية ليه، وده لحسم الدوري بشكل رسمي بغض النظر عن باقي النتائج. ويفوز وسام ابو علي لاعب الاهلي بجائزة رجل المباراة بعد انتهاء مباريات الاسبوع ال 32، يكون هو ده ترتيب الفرق. الاهلي مركز اول برصيد 75 نقطة، بيراميدز مركز تاني برصيد 70 نقطة، المصري مركز تالت برصيد 52 نقطة، ومودرن سبورت مركز رابع برصيد 50 نقطة.